هلا يا مرحبا بيش بهلش وبالجمل اللي راح البش بش بش بيوم. من يوم حطيت الحنة وجوي كله صار بدوية كله بدون. تعملوني اخباركو ايه؟ عندي مشوار، عندي ميتينج مع المحامي، عندي شغل. المحامي هذا تقريبا علاقتنا لها كم صار محترم حيل علاقة، يعني ما بي اكبره بس من وانا صغيره اعرفه، من وانا صغيره هو محامي. تخيلوا كثير علاقتي حلوه انا في المحامي. محامي سالم بن ساحو رائع جدا، صار محترم حيل، الاماراتي محط على الجرح يبره مرتب. فصايمة اليوم اثنين وعندي مشوار للمحامي، فبرتب نفسي قلت خليني استغلها فرصة وفي موضوع بقول لكم يا بنات. Let's go. أمس كنت في نقاش مع واحدة من بناتي فانزي يعني، ف متعذبة تبتش بتش، ها سلامات وش فيه؟ كان تقول لي حبيبي وش فيه؟ كل يوم نصيده مع وحدة، وشلون تسمينا حبيبك اللي جالسة كل يوم تصيدينا مع وحدة؟ هذا ممكن تطلقين عليه مسمى أوتيل؟ منطق. تسمينا كوفي شوب؟ منطق. تسمينا باركينج جراج سيارات؟ منطق أكثر. أما مسميته حبيبك وهو كل يوم مع وحدة يعني شلون حبيبك حبتك قرادة؟ أفهم. لا أنا أحبه، أنا أموت فيه، أنا ما أقدر أعيش من غيره. أنا تعرفون سوالف البنات. طب يا بنتي أنت جميلة، يا حيل جميلة، وأنت غنية، وأنت بنت عائلة، وأنت مثقفة، وأنت دارسة، وأنت نعال، وش تبين في واحد كل يوم رافسك مع وحدة؟ أحبه ماني قادرة أتخلص منه، أنا متعلقة فيه، أبي أتخطاه. طيب تبي تتخطى، جت منو؟ جت عند الشخص الخطأ لتتخطى. أعطيناها اللي فيه النصيب من تهزيق، أكيد لم أقصر يعني بها، ولكن أطلع لأكسرك زين. لكن المشكلة مش هنا، ما أدري ليش خطر في بالي أقول لكم شيء بنات. خطر في بالي أقول لكم أن على المستوى الطاقي والنفسي، فخطر على بالي بنات أقول لكم موضوع. بستخدم شانيل، هذا اللي قلت لكم هو يعتبر مبيعا أكثر مبيع فاونديشن في العالم، مكون من الماي، ماي مع فيتامينات ومعادن وكذا. موضوع خطير بصراحة، البنات مش حاسين في خطورته، وهو مدام شمس ان انتي لما ترتبطين بشخص متعدد العلاقات او متزوج، حلو؟ ما فيش يعني متعدد العلاقات، خليني اشرح لكم شغلة علمية فيزيائية. تحليل الدي ان اي، الجينات الوراثية، من وين ياخذونه؟ من اللعاب، من هنا. حلو؟ حلو. يعني كل الخريطة الجينية للإنسان بكل تصرفاته، بحتى يعرفونه ولد أبوه ولد أمه ولد هلة ولا ولد حرام ولا ولد ما أدري منو، من هنا هذا اللعاب. طيب يوم إنك أنت أختي مرتبطة بهذا الشخص اللي اللعاب حقه بيتشارك مع مليون دي ان اي كل يوم، واحدة كل يوم دي ان اي يدخل عليه جديد، مكبز باله هذا الرجال، عشان كذا
الله سبحانه وتعالى في موضوع الزنا ما خلى العقاب له بس للمرأة، لا، الزانية والزاني والزاني والزانية. ليش؟ لأن فيها الأمور لا يوجد ذكر وأنثى، في خطأ فادح. So على المستوى، خلينا نتكلم أختي العلمي، يعني الآن علميا لسه ما رحنا نفسيا ولا رحنا طاقيا، هذا الشخص عزيزتي المواطنة مشترك الدي ان اي ماله جوا دمه، مشترك معاه مليون دي ان اي. يعني شلون ابسطها لكم بنات، وادري يمكن هذا الكلام بيهاجموني عليه عيال الكلب، انزين، لكن ساقول قولي هذا. طيب سوري، كونسيلر من ميك اب فور ايفر اتش دي هاي ديفينيشن. اوكي، هذا الشخص يمتلك احبال غير الدي ان اي اللي دخل جسمه، اوكي، يعني انساب، اخلاط، يعني قبائل، يعني اصول، يعني بصمات وراثيه دخلت دمه. تتعرفون ان الانسان اللي يكون عنده قلب اسرع شيء ينجدونه فيه شنو هو؟ ان يعطونا حبه تحت اللسان، لان اسرع شيء يروح ها هذا المكب حق الزباله. تدرين هو كم دي ان اي بس من البوسه؟ هذا لو ما سوى شيء ثاني، هذا لو ما اختلط الدي ان اي ماله بالسائل اللي من المراه، انزين، هذا لو بس باس المعفن بريحه، انزين، هذا لو فقط باس، كم في اصل ونسب وعرق وخريطة وراثية صارت موجودة في دمه. حطيت هدى بيوتي باودر شوي كده تحت العين كده عشان ما يكون ميك اب نهاري، حتى الفاونديشن تخفف، هذا عشان الحالة يتخفف. سو حبيبتي الآن العلم شو يقول؟ يقول والله، وأخيرا طبعا هم اعترفوا فيه، والمفروض انه منطق، اوكي، يقولون والله احذروا من نقل الدم لان اكتشفنا انه ممكن ينقل جينات وراثيه، يوم حد ينقلوا له دم مساكين المرضى اللي عندهم امراض دم وكذا. تخيلوا الان من بعد كل هالسنين ينقلون حق خلق الله دم، ينقل امراض وراثيه. وش يعني امراض وراثيه؟ مش بس ينقل امراض وراثيه، وينقل جينات شخص اخر في بني ادم اخر دخل عليك، صار موجود عندك الان. انت الحين تقولي لي طيب اوكي، شو المشكله انه هو والله دخل عنده، انا شكو. لا، شفتي هذه الجينات الوراثيه الدي ان اي اللي دخل عنده؟ هذه من فنتي بيوتي، بكيزه جابت لي يا حبيبتي. اوكي، اخذ لون واجد غامق بس اخففه واحطه كونتوري، زين. هذا الدي ان اي اللي اختلط عند الحمار اللي عندك، هذا المكب الزباله، شنو راح ينتقل لك؟ في الاخلاط هذه، كل خلط من اخلاط البشر يمتلك شفره وراثيه، يمتلك اسرار وراثيه في دمه، في شخصيته، في اصله. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان ما معناه، يعني ان للعروق وللاصول شيء يتبع الانسان الى حين وفاته. يعني العرق دساس، تنقوا نطفكم فإن العرق دساس. قال للمرأة النطفة من وين؟ من الرجل تجي. قال تنقوا نطفكم فإن العرق دساس، وأعتقد أن حديث نبوي للرسول صلى الله عليه وسلم، أو أعتقد إيه 90%، إذا مش حديث نبوي تابعوا وشوفوا. المهم العرق دساس. طب أختي هذا اللي أنتي تحبينه سوري يعني تبوسينه وديفر، تعرفين كم عرق دساس جوا يعطيك اياه؟ خل اعطيك اكزامبل، انت تاخذين شنو من عنده. نفترض هو يروح مع بنات ليل، وبنت الليل مي جاية عشان سواد عيونه، هذا ابو ريحة المعفن، هذه جاية مخصوبة لهدف ما، انها تاخذ فلوس وتتفل عليه وتكره نفسها ويجيها مليون مرض بسبة هالاشكال المعفنة.
عارفة هذه الطاقة اللي عندها والحقد اللي عندها إن هي تسوي شيء زي كذا، إيه هي مش راضية عنه، لأن ما في وحدة باغية تمارس البغاء راضية. نسوي ما في مرة ترضى على نفسها الذل والمهانة وإنها تكون مكب زبالة لأي حد في الدنيا، إلا لو هي كانت تحت وضع ربي بس اللي عالم فيه، سواء وضع نفسي وضع مادي. أنا ما عندي أحكام على العالم، أنا ما أحب أحكم على الناس لأن ماني أحسن من حد، كل إنسان عنده ظرفه. فتخيلي هذا الغضب اللي فيها اللي عمره سنين، والحزن اللي فيها والهم والقهر اللي فيها، وهو ياخذ من عنده جزء كبير يوم انه هو ينام معاها. يجيك لو بستي، مش نمتي معاه، لو بستي، لو اختلط اي عرق من عنده يده بيدك، اي حاجه اخذتي كل المشاعر النفسيه والازمات والمشاكل الطاقيه والروحيه، بتشاركينها مشاكلها الروحيه والنفسيه والجسديه، هذا غير امراضها، ماني بتكلم عن الامراض اللي راح تجي لك، لكن انا راح اقول لك على مشاكلها النفسيه والروحانيه وامورها حتى الطاقيه وكارماتها وكل شيء، انت راح تتشاركين معاها. حتى لو انت تقولي انا مالي ذنب، انا اقول لك لا تزر وازرة وزر اخرى. صحيح انا مش ضروري اتشارك حالتها، بالاخص لو كانت هذه اللي هو يروح معاهم فيها شر وعليها كارمات، هذه البنت او البنات اللي هو يروح معاهم، انا راح اتشارك رؤيتي لكارماتهم. ليه؟ لان تخالطنا، تلاقين نفسك وانت ماشيه تصير تشوفين حوادث سيارات، وانت ماشيه تصير تشوفين اشياء ما المفروض تشوفينها، مي بالتايم لاين حقك، صرت جيش امراض، اكتئاب، تعلق. مش الاكتئاب والتعلق، انتي مرتبطة في واحد هو في ألف خليط، هو أصلا ما عاد هو، هو ما عاد هو نسبه، هو في ألف خليط صار فيه، وهو ألف كارما في راسه. حتى للشباب لازم يحذرون هذا الموضوع، شباب قاعدين تلعبون بنار جهنم هنا بدري. انت لما تروح لأكثر من وحدة، أوكي، بغاية الانتقال من وحدة إلى وحدة، والله الذي لا إله إلا هو، أنت تكتب على نفسك جهنم في الحياة. مستحيل تكون شخص سعيد، مستحيل، لو يجيبوا لك ملايين الدنيا وفلوس وروحة وردة وكل شيء أنت مش سعيد، you're not happy person because أنت مخلوط جواك ألف كارما وكارما لألف إنسان ثاني في كل أبعادهم. فأنت عشان كذا الزنا 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 كثير، مش بس القرآن، كل الأديان كانت الزنا تحرمه من خطوة. خلوني أقوم ألبس وبعدين ذكروني أكمل لكم هذا الموضوع، مرة مهم بنات، وتداولوه وارسلي لكل بنت تعرفينها تافهة، تعرف واحد متزوج مش زوجها أو عنده علاقات، ارسلوا لكل البنات وقولهم ينطرون من عندي تفصيل في هذا الموضوع وخطورته وبالدليل.